طبعا في امور كتيره جدا هترجح كفتك النهارده، كمان ان انت عندك مدرب كبير هو جوزيه جوميز طبعا، اللي قدر في وقت صغير جدا اولا يستفيد من المجموعه اللي موجوده معاه، طور اداء بعض اللاعبين داخل الملعب وده كان واضح وظاهر جدا في المباريات الاخيره، وايضا كسب بطولات وهو بيحضر لفرقه وبيشتغل على فرقه وبيطور في لعيبه، والسكواد معاه كان قليل وفي لعيبه لسه ما انسجمتش، كمان بياخد بطولات مع الفرقه اللي بيجهزها دي، خد الكونفدراليه، خد السوبر الافريقي، وفي نفس الوقت كمان هو محتاج ان هو الدعم اللي يجيله من الجمهور علشان يقدر كمان يساعده داخل الملعب بجانب الامور الفنيه والبدنيه اللي هو بيشتغل عليها. ايضا كمان انت عندك مجموعه من المع اللعيبه اللي موجوده واللي اتطورت بشكل كبير واللي كان غايب وظهر بشكل كويس، عندنا محمد عواد وفي الطريق كمان مع محمد صبحي، عندنا المسلوسي، عندنا حسام عبد المجيد، عندنا عمر جابر اللي بيقدم مستوى هايل سواء من الموسم اللي فات او الموسم الحالي، عندنا كمان بنتايج اللي كان مفاجاه كبيره جدا للكثيرين واثبت وجوده داخل صفوف نادي الزمالك واصبح من اللعيبه المؤثره داخل الملعب، عندنا في وسط الملعب كمان شحاته، عندنا عبد الله السعيد، عندنا ناصر ماهر، عندنا فتوح، ان شاء الله يرجع لنا احمد حمدي كمان، وكمان عندنا في خط الهجوم عندنا سيف الدين الجزيري، عندنا عمر فرج، وعندنا طبعا السوبر ناصر منسي، فالحقيقه وعندنا حسام اشرف، عندنا لعيبه كتير تقدر تعمل لك وتصنع لك، عندنا شيكابالا كابتن الفرقه ان شاء الله اللي يبقى متواجد بشكل كبير النهارده، عندنا لا عندنا لعيبه كتير تقدر النهارده ان شاء الله والمباريات اللي جايه تصنع الفارق في ظل غيابات اللعيبه اللي موجوده، لكن دول يقدروا ان شاء الله يسدوا ويقدروا باذن الله يحطوا نادي الزمالك في المكانه اللي تليق بيه هو وجماهيره.